العربي. فأنا لفيت كتير وشفت أندية كتير في الوطن العربي وأيضا في أفريقيا وفي العالم كله. بأمانة أنا ما شفتش حاجة أكبر من النادي الأهلي، مش بس من ناحية المساحة، يعني زي ما أنتوا شايفين هنا قد إيه مساحة النادي الأهلي كبيرة، ومع ذلك هو ده فرع من ضمن الفروع، في فرعين كمان أكبر من هذا الفرع الرئيسي، وفي فرع ثالث في الطريق. الأهلي نادي مش بس نادي كروي يعني أو نادي رياضي فقط، ولكن هو نادي رياضي واجتماعي في نفس الوقت. أنت عندك الأسر المصرية كلها بتبقى متواجدة في النادي، في ناس قاعدة مجرد إن هي يعني بيعملوا يعني حياة اجتماعية مع جميع الأسر والأصدقاء، وفي نفس الوقت في أطفالهم أو أولادهم الكبار بيلعبوا في مختلف الفرق الرياضية، وهو ده اللي مخلي النادي الأهلي بصراحة متميز عن باقي الأندية. في نفس الوقت هو زي ما قلنا مش نادي كروي فقط، صحيح إن كرة القدم هي رقم واحد في هذا النادي، وهي على فكرة السبب في ازدهار النادي، وإن النادي قدر ان هو يتوسع في توسعاته ومن ناحية البنية التحتية، زي ما شفنا النهاردة كم الملاعب اللي موجودة في بتخدم 18 لعبة، فده مهم جدا. هتلاقي فين مكان زي ده تقدر ان انت اولادك يلعبوا فيه وتوصل فيه كمان لمراحل متقدمة. فانا فعلا فخورة ان انا كعضو في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بنتمنى ان يكون في المزيد من يعني ان بعض الدول الأفريقية او العربية او العالمية، وفي كتير جم زيارات النادي الأهلي، وفعلا ان هم يحذوا نفس الحذو، ونقدر برضو يكون في أندية عربية مثل النادي الأهلي. انتوا عندكم في المغرب أندية كبيرة جدا، بس ما انا ما زرتش طبعا من الداخل، ولكن اعتقد ان هي برضو كلها مهتمية بالمجرد وجود الاستاد في النادي ومبنى إداري أعتقد كده وخلاص. يعني ممكن يبقى في مثلا لعبتين ثلاثة بتهيألي الهاند والباسكت بول أو الفولي بول، هي دي بتبقى الألعاب زي ما بيقولوا عليها الفردية الجماعية، لكن ما فيش اهتمامات بالألعاب الفردية. هنا ميزة النادي الأهلي أنه بيهتم بجميع الألعاب، الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، الألعاب الأولمبية والألعاب غير الأولمبية. وعندك رياضة المنافسة وعندك رياضة مش الممارسة، فهنا انت ممكن تعمل كل حاجة، تمارس اللعبة او تمارس الرياضة من اجل صحة جيدة، وتمارس رياضة المنافسة اللي هتوصلك للبطولات والانجازات اللي احنا شايفينها.